فيلم نتفليكس الجديد واللي يحمل عنوان Things Heard and Seen، أشياء تسمع وترى. هذا الفيلم أخذت قصته من رواية كتبت في عام 2016، وتدور أحداث الفيلم وكذلك الرواية في سنة 1980. خلونا نشوف بعض المشاهد من الفيلم وبعد ذلك نعود للحديث بتفاصيل قصته. طيب، هذا الفيلم يحكي في قصته تحديدا عن مرأة تعمل في منهاتن وتعمل كمرممة للوحات فنية في الكنائس وغيرها، ولكنها تترك عملها بسبب زوجها جورج واللي يحصل على وظيفة في قرية ريفية لتدريس تاريخ الفن. بالتالي توافق هذه الزوجة وتذهب مع زوجها للسكن في هذه القرية الصغيرة، وتسكن في بيت قديم كبير صحيح ولكنه قديم ومعزول عن العالم. تبدأ هذه الزوجة بعد ذلك بالشك فيما إذا كان البيت يحمل أسرار مريبة أو أنه مجرد خيال في رأسها. بطبيعة الحال هذا الفيلم مصنف على أنه فيلم رعب، وكان بالفعل لديه بعض اللمسات المرعبة نوعا ما في أطياف هذا الفيلم. في بداية الفيلم يعاني المشاهد من ملل كبير جدا، وأعتقد أن أمر يحدث كثيرا في الأفلام الروائية وتعودنا عليه، وهذا الأمر يوصف بالسلو بيرن أو الاحتراق البطيء، بحيث أن الأحداث تطبخ على نار هادية وتؤدي بالنهاية للغليان. You're an exceptional husband. Then you are an exceptional wife. بعد ذلك في منتصف الفيلم أعتقد أنه يصل لأفضل مراحله، بحيث يبدأ بطرح الأمور اللي يجدها المشاهدين مثيرة للاهتمام من البداية. أسرار هذا البيت، حقيقة الزوج والتصرفات اللي يؤديها الزوج لحفظ أسراره في هذا الفيلم أعتقد يوجد فيلمين. I'm new in town and I would love to learn more about the older homes in the area. I don't know anybody up here. Well, you do now. فيلم يتحدث عن زوج بتاريخ مخيف وقديم، وزوجته تبدأ باكتشاف الأسرار شيئا فشيء، وفيلم آخر عن بيت مسكون فيه أرواح قديمة وأمور أجدها ساذجة بالنسبة لي شخصيا من حيث القصة. وهذا الفيلم مزج الأمرين وخرج بالأول، الفيلم الأول من أسرار زوج واكتشاف زوجها لأسرار زوجها بشكل جدا جميل، والثاني بشكل جدا سيء وللأسف. My wife doesn't know what happened here. I think it would be better if we kept it that way. Everything in the natural world has a counterpart in the spiritual realm. بل وأكثر من ذلك، الفيلم انتهى بطريقة جدا سيئة جعلتني أشعر حقا أن في أحد تلاعب وسرق مني الوقت الخاص فيني واللي يعتبر ثمين جدا، ثم هرب بالنهاية. نهاية هذا الفيلم تجعلك تشعر بأنك مسروق. الفيلم أسوأ مراحله كانت نهايته والسيئة والغير مبررة واللي تقود إلى لا شيء. تقييمي بشكل عام لهذا الفيلم لن يزيد عن 4/10، والحقيقة أن هذا التقييم أو 4/10 تعود كليا للأداء التمثيلي لكل من الممثل جيمس وكذلك الممثلة أماندا، وهم اللي أدوا بنهاية المطاف إلى عمل رائع جدا من الناحية التمثيلية. بناء الفيلم بالكامل وقصة اللي تحتوي على عملين وكذلك نهايته هي ما أفسدت كل شيء، بينما الأداء التمثيلي هو أفضل ما في هذا الفيلم. هذا العمل في حال رغبتم بمتابعته يعرض حاليا على منصة نتفليكس بشكل حصري، وأعتقد أنه للأسف يضاف إلى قائمة الأفلام السيئة اللي خرجت نتفليكس فيها في هذه السنة. What do you want? I told George the whole story. I need to know.